في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية حد فينا حصل له كده اياد كان هيعمل نفس اللي احنا عملناه. يعني ده على اساس ان الكلام اللي حكيتيه ده كله حقيقي؟ يعني مثلا مش ممكن يكون فارس كان عايز يؤذي المستشفى وانتوا منعتوه؟ هتفرق كتير. ممكن كان عايز يبلغ وانتوا برضو منعتوه؟ وممكن لما حسن هددكم فارس خاف فقرر يبلغ؟ او ممكن يكون مرضيش يدفع بالرغم من ان هو الوحيد اللي ممكن يدفع المبلغ ده بحكم الفلوس اللي مع امه فبعكوا انتي وامجد فرحتوا له السخنه واتخانقتوا معاه وقتلتوه. لا 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 احنا ما نقتلش فارس ابدا. ليه ليه والله العظيم ما قتلنا حد. يعني لو قارنت البصمات بتاعتك بالبصمات اللي احنا لقيناها هناك مش هيطبقوا؟ رحتي له السخنة ليلة الحادثة ولا لا؟
لا مؤاخذه يا انسه زيزي، رضوى بنت الست وفاء مستنيه حضرتك تحت. ما قالتش عايزه ايه؟ لا ما قالتش، بس انا قلت لها استني هنا لحد ما اقول لحضرتك. طب يلا انا هنزل معاك. اتفضلي. خف يا ابني شويه نفسك، عايزين نخلص. يلا يا فنانه، يلا يا فنان. ايه يا خلص ايه يا بقى يا ساتر. ايه يا حبيبتي يا ماما؟ انت فين يا امجد؟ البوليس كان هنا وبيدور عليك. البوليس بيدور عليا ليه؟ عملت ايه يا ابني؟ عملت ايه يا ابني؟ خليل انا عايز فلوس. ايه؟ شوف لي اي حاجه من نصيبي في الشغلانه دي والنبي بسرعه. انت ايه اللي صربعك على الفلوس الساعه دي؟ مش فاهم انا. البوليس بيدور عليا، شوف لي معاك اي فلوس. البوليس بيدور عليك؟ بيدور عليك ليه؟ ما اعرفش، انا لازم امشي من هنا قبل ما يجوا، والنبي شوف لي معاك اي فلوس بسرعه ارجوك. ايه يجوا هنا؟ يا جبر امرك يا مدير. مشي العمال بسرعه وبطل المكن، مش عايز اسمع صوت مكنه شغاله. خلاص امنت نفسك، اديني فلوسي بقى دلوقتي يلا. مفيش زفت، سيبني احل المشاكل اللي انت حطيتها فوق دماغي. بقول لك ايه، اديني فلوسي دلوقتي حالا. ابعد عني، انا مش ناقصك. ماشي يا خليل. أمجد إبراهيم فين؟ لسه طالع لنا يا باشا. حد يقف مع الواد ده؟ أهلا يا مدام مشير. عرفتوا فارس فين؟ ما اعتقدش انك في وضع تخليكي تسالي. قولي لي صحيح، هو نص مليون اللي كانوا معاكي موديهم لدينا دول كانوا ليه؟ انا من غير كذب لو سمحتي. كنت موديهم عشان خاطر الراجل اللي بيهددهم. يعني كنت عارفه؟ انت عارفه دي مره كان تخبى عليا معلومات؟ انا لسه عارفه الموضوع ده امبارح بس. انا تعبان بس وعايز انام شويه. فكك مني. ولا هتشتغلني اكيد، عامل مصيبه جديده. مش عامل حاجه يا ماما. في ايه؟ فكك مني الساعه دي. بقولك يا ولا، انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ عملت ايه تاني؟ ولا تاني ولا تالت، انت مالك انت اصلا؟ تكملي على جنابك، مصايبك كلها في الاخر بتيجي على دماغي بقعد احلها. عايزه مني ايه طيب؟ مش طردتيني من المصنع وخلصتي مني؟ عايزه مني ايه؟ اطلعي من نافوخي بقى. مش هسيبك يا فارس غير لما تقولي عملت ايه. اه عشان تخربيها تاني زي كل مره. ما كفايه بقى، كفايه، ابعدي عني. اسم الله عليكي يا اختي، اسم الله عليكي. قومي يا حبيبتي قومي. على صوتك الواد بيضربني. معلش يا اختي، دي اخرتها؟ الواد بيضربني. بتهيألي ده ما يفدكش خالص في القضية بتاعت فارس. اه بس يفيد في قضية تانية. قضية واحد برضه اتقتل واهله بيدوروا عليه زي ما حضرتك بتدوري على ابنك. اديك قلتها بلسانك. ابني.
كل واحد أولى بعيله. طب وأمجد؟ ما تعرفيش مستخبي فين؟ أمجد؟ أمجد هرب قبل ما نقبض عليه، وأنا عارف إن هو قريبك وصاحب فارس، يعني أكيد عارف هو فين. ما أعرفش. طيب تعرفي إن أمجد ممكن يكون هو اللي قتل فارس؟ ويقتلوا ليه؟ دينا قالت لي إن هما التلاتة اتخانقوا بعد موت إياد، وغالبا يعني فارس ضميره صحي وكان عايز يبلغ فخلصوا منه. يعني دينا وأمجد أنا هسيبك تفكري في موضوع أمجد فين ده، وهعمل نفسي مصدق إنك لسه عارفة موضوع إياد ده امبارح، وهطلعك وعلى مسؤوليتي. بس أعرف بقى تاني إنك خبيتي عني معلومات، بإيدي هجيبك هنا تاني، بس المرة دي بقى مش هتلاقي حد يطلعك، مفهوم؟ ضربتيه؟ لا ما ضربتوش، أنا زقيته بس. يعني مديتي إيدك عليه؟ بصي مينفعش أبداً مهما حصل إن بنت تمد إيديها على أبوها، وهمدها تاني وتالت لو فكر يتعرض لنا ولا أمي ولا أخواتي. طب ولما أنتي جامدة قوي كده، إيه اللي جراكي من بيتك وجابك على هنا؟ اسمعي يا رضوى، لو بتحبي أمك وأخواتك بجد اوعي تسيبيهم وتهربي، خليكي جنبهم. طب وأبويا؟ ده أنا لو رجعت له البيت دلوقتي هيقطع خبري. هتفضلي هربانة لحد إمتى؟ وأنتي مسيرك هترجعي، بس ساعتها مضمن ليكيش انك تلاقي كل حاجه زي ما سبتيها، وهتندمي، هتندمي قوي، وهتتمني انك ما تسيبيهمش وتفضلي جنبهم. يمكن كنتي تقدري تغيري حاجه. يلا يلا عشان انتي لازم تروحي دلوقتي. عم مسعد تعالى، قوم يا رجل. يلا عم مسعد عايزك تاخد رضوى وتوصلها لحد البيت وتطمن انها وصلت. حاضر تعالي. ما تقلقيش، ماما في البيت وانا كلمتها اطمنت، ابوكي لسه مروحش. ماشي حاضر. هتهربي برضو؟ لا مش ههرب يا عم، انا قدامك اهو. عايز ايه؟ عايز ترجع ثاني عم مسعد، بس ممكن تاخد رضوى توصلها؟ حاضر يا انسه زيزو، يلا يا بنتي. انسه اخلص، عايز ايه؟ عايز فلوس. مفيش زفت، وده اخر كلام عندي. انا لسه ما خلصتش كلامي. وانا الكلام بالنسبه لي خلص، ومش هتاخد مني ولا مليم تاني. كفايه بقى اللي خدته، وابعد عني بقى يا اخي. مش هبعد وهاخد فلوس. مش هتاخد مني حاجه كفايه اللي خدته يا حرام يا رسام. ماشي ما يصحش كده. ايه انت مين انت كمان؟ نزل ايدك بس الاول. انت مال اهلك انت؟ عمر بلاش اللي تقدم. طب بعد اذنك بقى يا باشا، خليك بره عشان دي بيوت ناس. ماشي امشي، بس المره الجايه كلامي مع الست الوالده المحترمه بتاعت ربنا، اللي هتعرف تقدر الصور اللي معايا قبل ما انزلها على النت، والناس كلها تعرف ان الانسه زيزي تبقى مدام زيزي. سلام يا مدام زيزي. الموضوع مش زي ما انت سمعت خالص، هو بس في شويه. انا جيت بس عشان اقول لك ان مدام مشيره اتقبض عليها. ايه؟ عمل لك حاجه؟ بتمد ايدك على ابوك يا رضوى؟
فانت عملتيها قبل وكمان لك عين تبجحي فيا. ما تمديش ايدك عليا. ايه هتضربيني انا كمان؟ يلا بجملت، ما انت خلاص عيارك فلت وما بقاش حد مالي عينك. اضربيني يا رضوى، اضربيني، وريني خيبه املي بعينيا يا رضوى، اضربيني. ما تقوليش كده يا ماما، كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليكي. انت عملتيها واللي كان كان. انت خلاص خلاص ما بقالكيش كبير. وانت ليه عايزه تعمليه كبير علينا والسلام؟ لو في حد كبير في البيت ده هيبقى انت. تكونيش فاكره لما يضربني ولا يعمل شويتين بتوع دول هخاف منه واعمل له حساب؟ احنا بنخاف منك انت وبنعمل لك انت حساب عشان بنحبك. وقلت لك 100 مره جوزك ده قلته احسن وملهوش لازمه في البيت. اعتقي نفسك واعتقينا منه بقى يا شيخه، حرام عليكي. مدام مشيرة جت. ماما انت كويسة؟ الحمد لله. تعالوا بس اركبوا التاكسي الأول وبعدين اتكلموا في أي حاجة. قبضوا عليكي ليه يا ماما؟ إيه اللي حصل؟ هقولك بعدين. يلا يا عبد الله مشيني من هنا. فهميني طيب. هقولك بعدين والله. لا كويس إن حضرتك خرجت والله. يا باشا انت ناوي على بيات النهارده كمان ولا ايه؟ يا محمد بيه والله ما عارف. قول لي امجد فتح تليفونه ولا لسه؟ ما اعتقدش اني افتحها يا باشا، استحرقت شغاله وسرنا نعطل فيه. ماشي. هو كان في سؤال يا باشا محيرني نفسي اساله لك من زمان. ايه سؤال يا محمد؟ واحنا ايه اللي مخلينا ساكتين على مشير لحد دلوقتي يا باشا؟ رغم المعلومات اللي بتتعمد تضللنا بيها. يعني متهيألي سعادتك لو خدت معاها موقف اقوى من كده شويه هتقول لنا على كل اللي عندها ونخلص. شوف انت لو فاكر ان الست دي هتخاف وتقول اي معلومه تضر بسمعه ابنها تبقى بتحلم. وبعدين يا سيدي هي ماشيه بتكر في خيط ورا التاني واحنا وراها. واديك شفت دينا ولسه مش يمكن توصلنا لامجد او لخليل لسه. هاتهولي. يلا ايه يا عم جبر؟ من ساعة ما مشيت يعني ورحت وقلت هاتهولي، ايه عايز تشرفنا تاني ولا ايه؟ لا يا باشا كتر خيرك، بس هي كل الحكاية إن خليل يديله فترة واخد أجازة ولسه نازل الشغل النهاردة. طب اسمع بقى، أنت قدامك يومين وتجيب لي قرار الراجل ده. أنا عايز أعرف إيه علاقته بالصفقة المشبوعة اللي استلمها فارس من الراجل بتاع المستشفى. هو الراجل يا باشا صحيح ما وقفش معايا لما اتحبست، لما الحق ينقال. هو مالوش علاقة بالموضوع من أساسه. ليه؟ عايز تفهمني يعني إن الراجل مسؤول المخازن، ما يعرفش إيه اللي دخله؟ يا باشا الله أعلم بقى فارس ده خد البضاعة خزنها فين؟ يجوز برضه يكون ما استلمهاش من أصله. أمال الخناقة بقى اللي دارت بينه وبين أمه وبسببها ساب المصنع كانت عشان إيه؟ يا باشا الله أعلم، الناس دي ياما اتخانقت مع بعض يا باشا، ده ياما مسكته. ده أقول لك على حاجة يا باشا ولا بلاش؟ يا باشا ده كان بيخنصر من الحسابات وكان يعني خاربها على الآخر، وهي ياما طرمخت وياما كانت بتقول له كلمتين وتسيبه، يمكن بقى المرة دي سحب مبلغ كبير حبتين. هو مش المسؤول عن الحسابات هو أمجد؟ برضه يا ماما؟ برضه بتتصرفي من دماغك؟ صدقت مني بالله انا بنت 60 كلب ان انا حكيت لك. هو انت فاكره يعني ان انا ما كنتش هعرف؟ ليه؟ الجرايد ما كانتش هتكتب عن قتيل السخنه اللي تسبب في موت صاحبه؟ خلاص يا عزيزي، مدام مشيره مش ناقصه يعني تأنيب بعد اللي شافته النهارده. عبد الله دي مش اول مره تعملها، قبل كده برضو خبت موضوع اللابتوب وخبت دلوقتي موضوع اياد، وكل حاجه بتخبيها بتتكشف وتورطها في مصيبه اكبر من اللي قبلها. ويا عالم المره دي مخبيه ايه تاني؟ ما تخرسي بقى. اكون مخبيه ايه تاني يعني؟ مش مخبيه يا ماما حاجه تخص المصنع؟ ها؟ على فكره انا شفت زباله المستشفيات اللي انتوا بتستخدموها عندكم في المصنع. اركن يا عبد الله اركن. احكوا لي بالظبط بقى انتوا شفتوا ايه؟
لا ما فيش حاجه من المشيرة. هو واضح بس ان في حد استغل غياب حضرتك عن المصنع ودخل الحاجات دي من وراكي اكيد يعني. وحكيت لمين تاني؟ ما انا عارفاكي مش هتسكتي غير لما تخربيها. ما قلتش لحد تاني والله ما قلت لحد. احنا ما فيش حد يعرف الموضوع ده غيرنا، واحنا كمان اتفقنا ان احنا نسكت يعني لحد يعني ما نحدد مين اللي ورا الحكايه عشان ما نعملش شوشره وكده. اتفقتوا كده منكم لنفسكم؟ انا خفت اقول لك. وديني عرفت يا اختي. اخرجي منها بقى انا هتصرف. هتعملي ايه يعني؟ قلت لك هتصرف. انا هضرب المصنع اللي بيشتغلوا فيه. روحني يا عبد الله. روحني. حاضر ماشي. ايوه يا ام منعم. ماله منعم؟ وماله لما يخرج؟ خليه يفك عن نفسه شويه بعد اللي شافه اليومين اللي فاتوا. يا ستي سيبيه، ما تكبسيش على نفسه، خليه يخرج يشم شويه هوا. لا مش هتاخر الليله دي. لا مفيش شغل يا ستي، ما هو نبرك ده اللي خارب الدنيا. انا بحبك. مش اللي انت كنت عاوزه تسمعيه اخر مره؟ اديني جيت اهو بقول لك انا بحبك زي ما انت بتحبيني. لا يا منان، مش ده اللي انا كنت عايزه اسمعه. امال انت عايزه ايه؟ عايزاك تثبت لي انك فعلا اتغيرت، انك ما بقتش عاجز. انت بتعايريني؟ يبقى انت ما فهمتش الكلام اللي قلته لي. اسمع انا بحبك، عاوزك تبقي جنبي. لما تبطل تحتاج لحد بجد هتلاقيني جنبي. عبد الله معلش انا اسفه جدا، حقك عليا. اتفضل. ده حقك. متشكر. هو انا ليه كل حاجه بعملها ما بتعجبش حد؟ مالك فيه ايه؟ انا محدش فاهمني يا عبدالله، محدش فاهمني. بس انا فاهمك. لو كنت فاهمني ما كنتش سبتني ومشيت. لا انا فاهمك كويس قوي، وفاهم ان انت ما تقصديش كمان. يا ريت ماما تفهمني زي ما انت فاهمني. انا كل حاجه بعملها او بقولها والله ما ببقى قاصده بيها ان انا اذي حد ولا اني اضر حد، بس انا دايما الناس بتفهمني غلط. المهم ما تاذيش نفسك عزيزي، مش مهم اي حد. على فكره عمر جوزي، بس احنا اتطلقنا من فتره. طب ومامتك؟ ما تعرفش، انا بعيده عنهم بقالي سنين. لو تعرض لك تاني بيكلميني، ولازم تبي تقولي لمامتك برضه. ما انا بحاول، بس زي ما انت شايف. معلش تخلصوا بس من المشاكل اللي انتوا فيها دي، واكيد هيجي وقت تحكي لمامتك كل حاجه. صحيح انت عملتي ايه في موضوع المصنع والحاجات دي؟ عرفتي مين اللي ورا الحكايه؟ انا في الصبح قاعده قدام الكاميرات ما شفتش اي حاجه. مفيش حد هيعمل أي حاجة غير لما يستلم ورديت بالليل.
ولا هفضل ولا تعبت. انا بقيتش عارفه اعمل ايه ولا ايه. طيب بقول لك ايه، ابعتي لي الباسورد بتاع الكاميرات وانا هسهر عليهم النهارده، وخلي ورديه الليل عليا يا ستي. ميرسي يا عبد الله. ولا يهمك، خش انت نامي وارتاحي، وانا لو وصلت لاي حاجه هبقول لك. تصبح على خير. انت مال خليل. مدام مشيرة؟ ازاي بس يا خليل تسيب زيد تشوف الهباب ده؟ ما انا قلت لحضرتك انا كنت في اجازه. استغفر الله العظيم. طب والعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ نفكر برواقه، صدقيني مفيش عقده ملهاش حل. ايه ده؟ شغل. واحنا من امتى بنشتغل في القرف ده؟ يا ماما احنا طول عمرنا شغالين في الزباله، ودي زباله؟ ايه؟ الحق عليا ان حاولت اكسبك قرشين زياده؟ تكسبني ولا تحبسني؟ انت فاكرني ولا شغالين تحت بير السلم؟ واضح كده ان انت قلبك خفيف. بقول لك ايه؟ سيبيلي المصنع وانا هدوره لك صح. تدور ايه بلا نيل عليك وعلى خلفاتك؟ انت عارف تدور بيتك يا ابو شخه؟ ماما بلا ماما بلا زفت. وانا اللي قلت خلاص عاقل وبقى راجل وهيتحمل المسؤوليه. مسكي المصنع بدل قعدته في البيت. لا تعليم كملت ولا شغل فالح فيه. من يوم ما حطيت رجلك في المصنع هنا ولا المشاكل نازله ترخ على دماغي. ستات مش عادي، العمال مش رحمهم، عمال تاخد فلوس من ورايا وتلبسها لاي حد تاني وعامله نفسي مش واخده بالي. لكن توصل بيك البجاحه انك تدور عليا على امك؟ عايز تسجني؟ واضح ان الجنونه اشتغلت وفتحتي وانا مش فايقلك. تعالى هنا يالا. رايح فين؟ ما انتش خارج من هنا غير لما تخلصت من القرف ده. زي ما دخلت المصنع تخرجه. مش هخرج حاجه. يبقى ما تعتبش المصنع ده تاني برجليك. على اساس اني داخل الجنه يعني؟ تعال هنا. ما انتش ماشي برضه يا اخي. يا اخي اتحمل المسؤوليه مره واحده في حياتك. مش انت بتطرديني؟ خلاص مالكيش عندي حاجه تاني. وريني بقى هتعرفي تتصرفي في الحاجه دي ازاي. ولا يا فارس. خليل تعال يا خليل الحقني. الحقني انا في عرضك. مأموريني يا مدام. خليل خلصني من الحاجة دي، لازم تخرج من المصنع بأي شكل. أيوه أعمل إيه يعني؟ ادفنهم احرقهم واديهم في 60 داهية، المهم يخرجوا من المصنع. أيوه ما أنت ستي عارفين الحاجات دي ليها محارق مخصوصة يعني، ولو اتمسكت وأنا بنقلها هروح في سين وجيم. والعمل يا خليل، الحاجة دي لو فضلت في المصنع هنروح برضه في سين وجيم. واعمل في حسابك مش هروح لوحدي، أنت هتروح قبليا. أنت ناسي إن أنت مدير المخازن ولا إيه؟ لا مش ناسي، بس هو فاضل على العيد كام يوم، بعد اجازه العيد على طول ربنا يقدرني وهشوف لها صرفه باذن واحد الاحد. المهم انت تروقي بس. اهدي اهدي ارجوك. هذا ايه؟ هذا ايه؟ مدام مشيره. مدام مشيره. يا ريتك خلصتني منها من ساعتها يا خليل. وانا كنت اعرف منين بس ان كل ده هيحصل؟ اديكي شايفه البوليس بينط لنا من يوم الحادثه كل يوم والتاني. امجد عرف منين؟ شوف يا ست الكل، ما يفسدش الشاب غير صاحبه، ومش بعيد هو اللي وزه على العامله المهببه دي من اساسه.
يلا اهو كشف والحمد لله وبان على حقيقته. تصوري ان هو من غله كسر لي فانوس العربيه. كل ده يطلع منه واكتر استهانم. ده مش بعيد يكون هو اللي سرق الخزنه عشان يجيب طقم الحراسه على كيفه بقى ويلعب باللي زي ما هو عايز. هو اللي عين كل بتوع الامن. هو ما كلهم نقاوته ومش بعيد يكون مطبخها معاهم. غريبه قوي، مع ان انا فاكره يومها كويس. رشاد قال ان انت اللي عينته. انا؟ لا ما حصلش. تلاقي حضرتك ما خدتيش بالك. بس هو انت كنت في ايه ولا ايه؟ كتر خيرك والله. انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي يا خليل؟ ما انا قلت لك بخلص الشغل اللي اتاخر في غيابي. مدام مشيره رايحه فين؟ اسود. انت انت يا خليل؟ اخص عليك. وكنت عايز تلبسها لأمجد. انا برضو قلت ابني لا يمكن يعمل كده ابدا لوحده، لازم يكون في حد وراه، حد وزه. لا انا لا وزيت حد ولا لبست حد في حاجه. امجد وابنك دخلوا البضاعه وانا ما عرفتش غير وقت ما قلتيلي. كذاب، انت كذاب. انت السبب في كل اللي بيحصل ده. انت السبب. تاني ابنك يغلط وعايزه تشيليها لغيره؟ مش كفايه ايد ابني اللي اتقطعت بسبب ابنك وانت واقفه تتفرجي والمكان ده كله يشهد؟ ابنك لما دخل زباله المستشفى سبتيه يمشي. وشيل يا خليل، نظف مكان ابني يا خليل، روح في 60 داهيه عشان خاطر ابني يا خليل. بس خليل بيقول لك لا، لأول مرة بقول لك لا، مش هشيل زبالة ابنك. وإذا كنت رايح في داهية كده ولا كده، كل اللي عملته عشان أعالج ابني. بنام ابني زي ما فارس ابنك، وكل حي أولى بضمان. مش ده كلامك؟ إذا كان ابني غلط فأنا منعته يا خليل، وبمنعك دلوقتي. اجي بكره الاقي القرف ده بره المصنع، يا اما هبلغ واللي يحصل يحصل. تبقي غلطانه لو افتكرتي اني هروح في داهيه لوحدي. ما تخافش، انا غلطت فعلا لما شفت في الاول وسكت، بس قسما بالله لو جيت بكره ولقيت الحاجه دي موجوده هنا هبلغ عن نفسي قبل ما ابلغ عنك. بتعمل ايه هنا يا عبد الله؟ مفيش، انا بس لقيت حضرتك يعني لوحدك فقلت ابقى معاكي. يعني تسمعتي ايه؟ هو حضرتك كنت عارفه؟ اطلع يا اسطى. Thank you.
الحب يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب يضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حب يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهايات متعادة I'm